صديقنا يسأل شلون أستخدم الأزمنة أثناء التحدث؟ شلون أعرف بأنه لازم أستخدم مضارع بسيط، لازم أستخدم مضارع مستمر، تام إلى آخره؟ اللي خدناه بالمدارس واللي نعرفه بأنه كل زمن له صيغة، يعني بالمدارس خدنا فقط الصيغ، لكن بالتعلم الوضع يختلف، كل زمن له صيغة وموقف. لذلك احنا بالمدارس نشوف كأنما الأزمنة عبارة عن معادلات ميتة بلا روح، لكن بالحقيقة يتبعها بعد موقف أو حالة. فأثناء التحدث لازم أنت تخلي ببالك الحالة أو الموقف. ليش؟ لأن كل جملة تريد تتحدث بها هي تتكون من فاعل وفعل ومفعول به إلى آخره وزمن، يلا تصير بها روح. إذن زمن أو شنو حالة أو موقف لهذه الجملة اللي تريد تتحدث بها. حتى تكون الصورة واضحة نتخيل أكو سائل أمامنا حيسأل هل تلعب كرة القدم؟ هنا أنت مو فعلاً دا تلعب كرة القدم، مجرد يعني دا تسولفون بيناتكم، تتحدثون بيناتكم، وسألك هذا السؤال. إذا المقصود من سؤاله هل من طبعك وعادتك تلعب كرة القدم؟ إذا الزمن اللي يعبر عن عادة وطبع يا هو المضارع البسيط. فأنت تقول أنا شو اختار وشلون أعرف؟ إذا أنت تعرف هسه حالياً الموقف هو يسأل عن عادة وطبيعة، منو اللي مسؤول عن عادة وطبيعة؟ المضارع البسيط. إذن الجملة ما تكحى تكون على صيغة المضارع البسيط. إذن هنا إجا دور الصيغة، عرفنا الموقف وفهمنا، إجا دور الصيغة. فصيغة المضارع البسيط تقول تحط فاعل والفعل تخليه مثل ما هو والمفعول به I play football، ترد على السائل I play football. هو عرفنا نختار الزمن. السائل سألك هل لعبت كرة القدم؟ هل لعبت؟ هنا السائل شنو يسأل عن يريد يعرف أنت بالماضي قمت بهذا الفعل بشكل يعني بشكل روتيني وعابر وفعل صار وانتهى، يعني مو المهم يعني لعبت كرة القدم؟ فأنت تجاوب إذن أكيد بالماضي، لأن يعني واضح بأنه السائل دا يسأل، هم بيناتكم تتحدثون فاتحين موضوع، فسألك هل لعبت كرة القدم؟ أنت هنا ومبين الموقف هو ماضي، فتجاوب بالماضي البسيط. إذا تمشي على صيغة الماضي البسيط اللي هو فقط تخلي إيدي للفعل المجرد، فتجاوب I played football. واضح ماضي بسيط بيناتكم دا تسولف. لكن إذا سألك نفس السؤال لكن الموقف شنو؟ بأنه أنت فعلا تون أتممت لعب كرة القدم، فإجاك لهفان قال لك هل لعبت كرة القدم؟ هالمرة سؤال الطريقة السؤال تختلف، وأنت تعرف الموقف هو بأنه أنت أتممت فعلا استوى كرة القدم ومتوقع بأنه هذا يجي يسألك يعرف النتيجة. واللي هم هنا إذا السائل نفس السؤال هل لعبت؟ هل لعبت؟ بس هنا السؤال هو سمع بالماضي من عنده، لكن هنا اللي هم الإتمامية. بالسؤال السابق من قال هل لعبت كرة القدم كان يهمه بالماضي هل قمت به كفعل عابر يعني صار وانتهى، لا هالمرة اللي يهمه الإتمامية، يعني جايك يعني متلهف بشرني. إذن اللي يهمه شنو؟ اللي يهمه الإتمامية والأثر، يعني نتيجة الفعل اكتملت وإحنا عايشين بأثره حاليا، يعني بحيث حديث الساعة أي اللي هم يعني يدعف. فتتجاوب رأسا تعرفت شنو اللي الأكيد اللي بها الزمن أو الزمن المسؤول عن هذا، والمضارع التام. المضارع التام هو المسؤول عن يبين الـ 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 الإتمامية بالمضارع، يعني الأثر هسه احنا عايشين به بالمضارع بعد ما تم، فهو هذا السبب موجود مضارع تام، يعني الأثر مال الفعل بعد ما اكتمل هو بالمضارع. فتقول له I have played football. Yes, I have played football. هيك ترد عليه. طيب إذا أنت تلعب كرة القدم فعلا واتصل عليك شايلك تليفون، فأكيد هو مات من حيسألك هل تلعب كرة القدم؟ يشبه السؤال مال المضارع البسيط، بس هناك دا تسولفون بيناتكم يعني وجه لوجه وماكو حالة لعب كرة القدم بالنسبة لك، فواضح أنه هو بالمضارع البسيط. لكن هذه المرة أنت تلعب فعلا كرة القدم، تصلوا وطلبوك مثلا هل تلعب كرة القدم؟
لأنه مو شرط أنت يعني فعلا بدك تلعب كرة القدم تقول لا عادي شلون يتصل بي وأنا ألعب، لا يعني أنت حاليا بدك تلعب يعني وقت الاستراحة أو تبلش تلعب، فهو المضارع المستمر مو شرط يعني إلا أنت بنص اللعب، لا يعني أثناء الموقف مو مشكلة، يعني المهم أكيد سوف تلعب. فترد عليه تقول له I'm playing football. اوكي؟ وهكذا. بهذه الطريقة تنفهم الأزمنة. إذا الأزمنة تعديل على اللي أخذناه بالمدارس بأنه يرتبطن بمواقف. هي المواقف تخلينا نعرف شلون نستخدمها. بالتوفيق. إذا تريد معلومات أكثر على قناة اليوتيوب. أهلا وسهلا.